بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالنسبه لنا في العداله والتنميه الله عطينا اللائحه ديالنا، يعني كانت صعوبه، يعني كنا كنراعيو المساله ديال الانضباط في بعض الاخوان، يعني وكان يعني الاخوان اللي اخترناهم مع اخوان متعاطفين مع الحزب ومع التوجه ديال الحزب، يعني عطاونا الاوراق ديالهم يعني بدون خلفيات او شيء من هذا القبيل. شنو المعايير اللي تمتوا؟ الانضباط للدرجه الاولى، انضباط لدى الاخوان وراس المال الاجتماعي. شنو هو الطموح ديالكم في هذه الانتخابات؟ الطموح ديالنا هو مواجهه ما يمكن مواجهته من المفسدين وناهبي المال العام، وتخليق الحياه السياسيه بالدرجه الاولى. يعني الخدمه يلاه غتبدا، يعني بعد الانتخابات هو الكماله ديال الخدمه ان شاء الله.